نخش معاكم بقى البوابة تونس اليوسف ونقرأ هذا الخبر المشاق. منطقة التجارة الحرة الأفريقية تنتشل 68 مليون أفريقي من الفقر. في التفاصيل، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي قالت أن إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية يستهدف تحسين اقتصاديات القارة، وده بيضم 1.3 مليار شخص بإجمالي ناتج محلي قيمته 3.4 تريليون دولار. يمكن أن يمثل قوة دافعة لنمو التغلب على تحت مشاركة في جلسة حوارية تحت عنوان قارة أفريقيا في عصر الحرب التجارية الجديدة ضمن فعاليات قمة المنتدى للرؤساء التنفيذيين الأفارقة. لمزيد من التفاصيل عن أهمية منطقة التجارة الحرة الأفريقية معنا عبر الهاتف دكتور محمد الشواتفي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الزقازيق. صباح الخير دكتور. صباح الخير سيادتك الفندم والسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهمية اتفاقية التجارة الحرة الافريقية طبعا في تحقيق النمو المستدام والتعافي بالقارة الافريقية واللي بتعاني بشكل كبير جدا. الحقيقة الاتحاد الافريقي والقارة الافريقية يعني بيكادوا في سبيل توحيد القارة الافريقية سواء من ناحية الاقتصادية او من ناحية السياسية. فهناك مجموعة من الاتفاقيات على اساس تحسن مستوى المعيشه وتستطيع ان تكون هناك انتاج واقتصاديات قويه تواجه او تستطيع المنافسه مع الاقتصادات العالميه. طيب. حضرتك تعلمي ان قاره افريقيا فيها حوالي 1.5 مليار مواطن، وتقريبا عندنا الناتج المحلي 3.5 تريليون دولار سنويا. هذا يعطي فرصه لان يكون هناك نمو وتحسين مستوى معيشه. المواطن الافريقي، القاره الافريقيه تعد من اكبر قارات العالم، وفي نفس الوقت المواطن الافريقي مظلوم بالنسبه للعالم. لهذا تتوجه الدول الافريقيه للتوحد. هناك ثلاث اتفاقيات، الكوميسا واياك وشرق افريقيا، ثلاث حاجات دولت قايمين على اساس 52 دوله موقعين عليها. الهدف من ذلك هو ان احنا نحسن مستوى معيشه الاتفاقيه، انها يتم تحسين مستوى المعيشه، وده هيتم من خلال زياده التبادل التجاري، لان للاسف الشديد التبادل التجاري داخل القاره الافريقيه لا يتجاوز 13%، في حين حوالي 87% تجاره ما بين افريقيا والدول الاخرى او العالم الاخر. فهذه الاتفاقيات تهدف الى تحسين التبادل التجاري ما بين الدول الافريقيه، يعني الدول الافريقيه تصدر لبعضها البعض وتستورد من بعضها البعض. لكن هنا الحقيقه في مشكله كمان موجودة يعاني منها الاقتصاد الافريقي، اللي هو التشابه ما بين الدول الافريقيه مع بعضها تقريبا في مكونات الانتاج، لان المواد الخام. طب هي ايه الحل من هذا عشان نخرج من هذا العمل، او تكون القاره الافريقيه قاره قادره على الصناعه وقادره على خلق قيمه مضافه؟ نعم. هنا قدامها لازم يكون هناك توطين صناعي، بحيث الدول الافريقيه تقدر تعمل توطين صناعي وشركات صناعيه مع صناعات متقدمه من الدول الاخرى. وده يمكن على فكره يا دكتور انت خدت لنا نقطه مهمه جدا، لان من المساوئ اللي بتمس القاره الافريقيه هو انهم ما بيستغلوش الماده الخام. يعني احنا عندنا في قاره افريقيا مواد خام كتيره جدا ومعادن ونفيسه وغيره ما بيصنعوهاش. يمكن التصنيع المواد الخام ده في قلب القاره الافريقيه في دولها ده مهم جدا. خلينا نواجه الحقيقه أو نواجه الواقع. القارة الأفريقية قارة منهوب ثرواتها، لأن معظم الشركات المتعددة الجنسية أو الدول الأخرى بتاخد الموارد بتاعتها، ويا ريتها تاخدها بفلوس. ده أحياناً أقول لسيادتك، والتقارير الدولية بتقول إن أكثر من 80% من الفساد في داخل القارة الأفريقية مبني على سرقة مواردها من خلال الشركات الدولية والعصابات الدولية. ده يقول لنا إن لازم الدول الأفريقية تعمل توطين صناعي عشان تقدر تقوم بالانتاج، عشان تقدر تحسن من مواردها، عشان تقدر. في مشكله في القاره الافريقيه وهو البطاله، باعتبار ان القاره الافريقيه فيها مليار وتقريبا وربع او من الموارد البشريه او النسمه، الا ان فيها اكبر نسبه بطاله. اكبر نسبه بطاله معناها ايه؟ معناها ان مفيش انتاج، ولما مفيش انتاج يبقى لازم ندخل للنقطه الثانيه بعد توطين الصناعة، اللي هو جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القارة الأفريقية وقيام شراكات
مع الدول المتقدمة والشركات ازاي بقى نحقق ده دكتور يعني من خلال الاتفاقيات علشان نوسع التجارة البينية حتى بين دول القارة بعضها البعض ويتم شكل من اشكال حتى التكامل يعني استخدام المواد الخام والتصنيع. الحقيقة الدولة المصرية قامت وحطت رؤية للقارة الافريقية اكثر من مرة، ويمكن كان ده واضح في عندما كانت مصر قائمة برئاسة الاتحاد الافريقي، حطت اربع نقاط وقالت يا جماعه تعالوا نشتغل عليهم على اساس ان احنا نكون قاره قويه. الدور المصري دايما هو دور رائد لان هي اساسا في كوميسكا وفي الاتحاد الافريقي. قالت لازم يكون هناك مناطق تجاره حره كبيره، وده وافق عليها الاتحاد الافريقي الحقيقه بين الدول بعضها البعض. ودام في ده يكون هناك تكامل ما بين الاقتصاديات الافريقيه عشان نعزز معدلات نمو الاقتصاد الافريقي ونعزز معدلات الانتاج في داخل الدوله الافريقيه، وبالتالي تحدث التنميه في افريقيا ككل. والحقيقه الثالثه اللي كانت كمان قالت ان هو مصر طلبت بقيام تجاره الكترونيه ودعم البنيه التحتيه التكنولوجيه والاتصالات ما بين الدول الافريقيه بعضها البعض. هو يمكن ده النقطه دي بالتحديد يا دكتور، يعني الحديث حول التجاره الالكترونيه والتحول الرقمي هو طبعا حديث مهم جدا، لكن على ارض الواقع يعني ممكن يحتاج الى تكلفه باهظه ما بين الدول الافريقيه. يعني هل يمكن ان يكون هناك مثلا ممول للتجاره الالكترونيه او التحول الرقمي في القاره الافريقيه؟ خلينا نتفق على ان التحول الرقمي ده صناعه، وهذه الصناعه لها عائد، وبالتالي هذا العائد لابد ان يكون، والتحول الرقمي له بيكون نتائج باهظه نتائج كبيره جدا اذا ما نجح، لانه بيقرب مسافات وبيسهل على تنظيم التجاره وسهل على تدفق الاموال. ففي هذه الاحيان بنستطيع جميعا ان احنا نعمل، لكن الدول الافريقيه ليست عاجزه، الدول الافريقيه عندها امكانات وناتج كبير، لكن هو كيف تستخدم. النقطه المهمه جدا لازم نتفق عليها جميعا في داخل الدول الافريقيه هو تعديل لوائح ونظم الضرائب والجمارك في داخل الدول الافريقيه حتى نستطيع ان نكون او يتم التبادل والتكامل ما بين الدول الافريقيه، لان هناك ما زال نظام الحكم والحكومات هناك مقاومه للضرائب والجمارك باعتبار انها حمايه للصناعات الوطنيه. صح. وهي صناعات ضعيفه، يبقى اذا هنا لازم نتعامل مع القاره الافريقيه، الاتحاد التجاره الحره تتعامل مع القاره الافريقيه على اساس كيان اقتصادي متكامل. هذا الكيان الاقتصادي يستفيد بما حدث في الاتحاد الافريقي والتكتلات الدوليه، لان في عصر العولمه لابد ان يكون هناك اقلام كيانات اقليميه كبيره تستطيع ان تواجه هذا العالم او هذا العالم من خلال العولمه ومن خلال سيطره الدول الكبيره. صحيح. على اقتصادياتها. بنشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. دكتور شكرا جزيلا دكتور محمد الشواتفي استاذ التمويل والاستثمار بجامعه الزقازيق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.